يسعدني المشاركة في هذا المؤتمر للاستثمار العربي والاستثمار في دولة الإمارات. حقيقة حققت الإمارات الكثير من النجاحات، كما أن المنطقة العربية وبرغم كل مشاكلها الاقتصادية والسياسية أيضا تحقق المزيد من التقدم. على سبيل المثال، حاليا أو العام الماضي وصل الناتج القومي لكل هذه المنطقة الاقتصادي ما يقرب من 3.5 تريليون دولار، وهو يعني قيمة كبيرة من النجاحات. هذا المؤتمر يساهم في تعريف الشركات الدولية والمستثمرين الدوليين بطاقات هذه المنطقة وما تستطيع أن تقدمه للاقتصاد العالمي. وبالتالي يأتي المؤتمر، وهو مؤتمر سنوي، هذا هو الاجتماع 13 لهذا المؤتمر أو هذا المنتدى، لكي يستمر في تشجيع العالم للاهتمام بهذه المنطقة، منطقة العالم العربي. أنا لا أسميها الشرق الأوسط، أسميها العالم العربي. البيئة ممتازة وتشجع دائما على الحديث. على أنا أعرف الكثير من المستثمرين العرب يرغبون دائما في القدوم إلى الإمارات لتحقيق أملهم في نجاحات وأيضا لخدمة الاقتصاد العربي.